مد رعايه. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وفقرة خاصة لتكريم نجوم دوري الحريف أصحاب المراكز الأولى. معنا في هذه الفقرة الكابتن ناصر أبو بكر، المستشار الفني لأكاديمية الإمارات والمدير الفني لأكتوبر 2005، والكابتن علاء عبدو، المدير الفني لأكاديمية برشلونة أو مدير أكاديمية برشلونة، والكابتن تامر حسن، المدير الفني لأكاديمية برشلونة 2008. كابتن ناصر منور، نورتنا كلكم. يعني النهارده يوم جميل ويعني واداء رائع في دوري الحريف، وكللتوا مجهودكم بالفوز بالمراكز الاولى في جميع الاعمار. كابتن ناصر، يعني عرف حضرتك، عرف نفسك وعرف الفرقه اللي انت كنت ماسكها وعملت ايه في الدوري الحريف. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن ناصر ابو بكر عبد الله، مستشار فني اكاديميه الامارات في المنصوره، ومدير فني 2005 نادي 6 اكتوبر. تمام. بالنسبة لدوري الحريف، احنا الولاد استفادوا منه استفادة كويسة. بالنسبة للأكاديميات الخاصة اللي هي ما بيتاحش لها الفرصة ان هي تشترك في دوري للمنطقة، فادت للولاد فرصة كويسة ان المدربين او احنا بالاخص في قصة ان احنا الولاد بياخدوا جرعات تدريبية طول السنة، فدي بنقيس عليها ان الولاد مستواهم وصلوا لحد فين. تمام. والولاد قد ايه استفادوا من التمرين، وبرضه بنشوف احنا التدريب بتاعنا وصل معاهم لحد فين ودرجه مستواهم. طيب مبدئيا كده انت طالع معانا بدورين، بتمثل الامارات واكتوبر. بالظبط. الامارات مواليد كام وخدت المركز كام، واكتوبر مواليد كام وخدت المركز كام؟ برضه قول للمشاهدين. بالنسبه للامارات، الامارات كانت مشاركه بثلاث فرق، 2005 و2003 والميكس الفرقه الكبيره 2000 الفرقه الكبيره خرجت من دور قبل النهائي، ما حلفهاش الحظ. والفرقه 2003 اخذوا المركز الثاني. تمام. و2005 المركز الاول. كابتن علاء، انت مشاركين في 2007 برضو نتائجك كانت عامله ازاي في البطوله؟ احنا في الاول بنشكر حضرتك وبنشكر كل القائمين على البطوله دي والمجهود المبذول. احنا الحمد لله البطوله الاولاد عندنا استفادوا منها استفاده كبيره. ان الاولاد طبعا لعبوا ماتشات واحتكاك وطبعا الماتشات كلها كانت نظام دوري، فالنتائج كلها كانت كويسه يعني الحمد لله. ربنا كرمنا وخدنا البطوله الحمد لله. تقريبا لو حضرتك فاكر لعبت كام ماتش، عندك كام نقطه ولا مش متذكر قوي؟ أنا متذكر إن إحنا عندنا 30 نقطة. 30 نقطة. آه. كابتن تامر، البطولة برضو المستوى الفني بقى رأيك إيه؟ رأي حضرتك إيه؟ والمنافسة كانت عاملة إزاي في البطولة بالنسبة لفرقة برشلونة؟ هي البطولة كانت إيجابية بالنسبة للولاد، لأن في الاحتكاك اللي حصل تقريباً كل مستويات الفرق كانت متقاربة. ممكن برضو كانت حاجة جديدة عليهم إن أنا ابقى عندي مثلا بتمرن وعندي من التمرين ده هدف ان انا عندي ماتشات وعندي مش عارف وموضوع المستويات ده برضو يعني فرق معانا. احنا جينا في الاخر خالص في ولاد ظهروا بشكل كويس. احنا عندنا لعيب اسمه يونس مثلا، ده راح نادي الداخليه. عندنا لعيب اسمه عيسى، ده في الزمالك. يعني ولسه واللي جاي، وفي برضو في نادي جولدي متابع كم ولد من الفرقه دي بالذات واتكلموا عليهم بشكل كويس، وكل ده طبعا من البطوله. تمام. كابتن ناصر، انت يعني الامارات من المنصوره، يعني في صعوبات كانت بتواجه الفريق اكتر من فرق القاهره في مشاكل معينه، ولا انت كنت شايف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لهم؟ هي الصعوبه بس كانت في الانتقالات والمسافه البعيده، ومواعيد المباراه كانت بتبقى بدري. بس ده وضع طبيعي ان البراعم كل ماتشاتهم تبقى الصبح يعني بدري. بس هي بعد المسافه والانتقالات بس هي اللي كانت هي العامل الرئيسي بس في اجهاد الولاد، ان هم سنهم صغير ان هم يسافروا ساعتين ونص ثلاثه قبل الماتش ويرجعوا برضو نفس المسافه دي، فهي دي كانت العائق بس. اكتوبر اقامه يعني معظم المباريات على ملعب اكتوبر ده ساعدها في دوري 2005 اللي يعني في المركز الثاني.
بالنسبه ل 2005 اكتوبر طبعا اكتوبر استفادت من الـ من الـ برضو الدوري الاكاديمي عندنا 2005 استفادت من الموضوع دوت. بس انا عايز انوه ان بالنسبه ل اشكر الاستاذ رئيس مجلس الاداره رئيس مجلس اداره نادي 6 اكتوبر وكابتن محمد كامل مدير الفني للاكاديميه عامل بذل مجهود كبير قوي والكابتن محمد والكابتن عبد المنعم دول اللي استضافوا الناس هناك وجهزوا الملاعب واستضافوا واحنا بنشكر فعلا الكابتن محمد كامل مجهود كبير جدا في طوال البطوله طبعا طيب كابتن علاء برشلونه برضو نبذه يعني كده عن الاكاديميه مقركم فين بتتدربوا امتى اللعيبه المميزه اللي عندكم احنا الاكاديميه مقرها في كرداسه بنتمرن في مركز شباب كرداسه وعندنا مجموعه لعيبه كويسه وانا في الاول بشكر الجهاز الفني والاداري للاكاديميه الكابتن تامر والكابتن احمد عادل والكابتن اسلام الزوم والكابتن مصطفى الاصفر وكل الناس اللي شغاله والكابتن عبد الله سيد الناس دي بصراحه تعبت معانا كتير وتعبت مع الاولاد يعني الحمد لله كل يوم في استفاده وكل يوم يعني حتى البطوله يعني الثمره بتاع المجهود بتاع الناس دي كلها حتى بعد البطوله في متابعه زي ما الكابتن تامر قال نادي جولدي انا شغال في نادي جولدي ماسك الفريق الاول فالناس بعد متابعين البطوله كويس والناس بتتكلم على البطوله كويس فالناس اتكلموا معايا ان بعد البطوله ديت يعني هيبقى في رعايه اكبر للاولاد والدنيا يعني الدنيا هتتظبط كابتن تامر اللعيبه المميزه اللي عندك في 2007 كان يعني احنا عندنا لعيب نص ملعب اسمه انس عندنا فيرود اسمه حسن مدحت لعيب كويس قوي عندنا حمزه عندنا حازم الجون حازم برضو او حمزه الجون حمزه وفي لعيبه وعبد الغني عشان واللعيبه دي يعني انا شايف فيهم يعني انا برضو انا خبراتي ممكن تكون لسه صغيره برضو شويه بس انا شايف انا بتفرج على الدوري بتاع المنطقه بتاعت الجيزه او القاهره تمام في لعيبه مستوياتها ممكن تكون زيهم او اعلى شويه او اقل شويه كمان فانا شايف فيهم خير ان شاء الله جاي باذن الله طب اللعيبه اللي انت كنت كانت بتشترك معاك في الدوري انت بتختارها ازاي عموما انت طبعا عندك الاكاديميه مفتوحه لكل الناس بالظبط لما بتيجي تختار لاعب يشترك معاك في الدوري كل اللعيبه بتشارك معاك ولا في لعيبه معينه بتلعب معاك انا في لعيبه كتير شاركت فيه يعني ما كانش عندي مثلا قوام اساسي هو اللي شغال عليه لا انا عندي اللعيب اللي كان بيحضر التمرينات اللي كان بيأدي كويس في التمرين اللي كان بيظهر عليه ان هو عايز يجتهد عشان يلعب الماتش كل دي الحاجات دي لازم كان بيتعلمها من خلال البطوله يعني مش معنى ان انا لعيب كويس فانا هلعب على طول لا ما كانش فيه الموضوع ده خالص بس وبعدين كنت برجع للكابتن علاء في بعض الحاجات انا ممكن اكون مثلا لو تمرين مثلا العدد فيه بيبقى مثلا ضخم جدا فكابتن علاء كان بيشاركني برضو ممكن نلعب ده بدل ده ممكن نلعب ده بكن ده كده كابتن نصر 2005 برضو اللعيبه المميزه اللي عندك مين يعني الناس اكيد قاعده بتتفرج عليك وعايزه تعرف وتسمع اسمائها قول لنا مين ابرز اللعيبه اللي عندك انا عندي في 2005 كانت الميزه كويسه ان انا معظم الفرقه بتاعتي كانت 2005 و2006 يعني سن اصغر سن كمان. اصغر كان في اندماج بين 2005 و2006 من عندنا من النادي فمعظم اللعيبه المميزه عندنا في فاروق وعبد الله دول 2006 وعلي ثلاثة دول ما شاء الله عليهم يعني لعيبه كويسه وقدام مستقبل كبير ومن 2005 في محمد ايوب وادم دول لعيبه كويسه جدا وان شاء الله يعني ليهم مستقبل في الكوره ان شاء الله كابتن كان في بعض الشكاوى برضه هنتكلم عنها من فرقه برشلونه يعني الناس تقول لك ده برشلونه الكابتن قال ان هو كان بيلعب لعيبه اصغر شويه فكانت الناس بتقول لك ده برشلونه بعض الفرق يعني ده اللعيبه بتاعتها كبيره لا مش كبير ولا حاجه هو احنا عندنا اللي يعني بفضل الله مثلا اللعيبه لعيبه الكوره كويسه فالولد ممكن يكون سابق سنه شويه يعني او بيلعب كوره اعلى من سنه انت ممكن من اللحظه الاولى يبان مثلا ان الولد مثلا كبير لكن هو الولد الاولاد كلها سنها سبعه وفي اولاد لعبت معانا 2008 فهي القصه ان مثلا ممكن الولد بيعمل حاجه في الكوره اعلى من سنه فيبان ان هو اكبر من اللعيبه ان هو ان مثلا السن لكن هي العيال كلها مواليد 7 و8 وبس ما شاء الله هم لعيبه كويسه لعيبه هايلين يعني
كابتن تامر، ايه اللي بتتميز بيه برشلونه؟ يعني اكاديميه برشلونه اكيد انت جنبك اكاديميات تانية كتير، تعرف كل دلوقتي في كل مكان اكاديميه واتنين وعشره، اكيد في حاجه بتميزك عن الاكاديميات الاخرى. مش بتميزني بقى، انا ممكن اتكلم مثلا ان احنا اهم حاجه عندنا الحته الاخلاقيه. يعني ما عندناش لعيب مثلا في الملعب يزعق لزميله، ما عنديش لعيب يجي تمرين مثلا متاخر، ما عنديش لعيب مثلا يهتم بالتمرينات بتاعته ويسيب مثلا الدراسه، يبقى في مشكله في البيت عنده وعادي يجي التمرين ينزل الملعب، لا ده لا. مش هتكلم على غير، يعني انا ممكن اتكلم عليه يعني على نفسي انا بس. هو ده ممكن، انا دي اهم حاجات ممكن بنبص لها. وفي حاجات تانية بقى بنعلم الولاد مثلا، ودي تبقى من خلال انا مثلا في الماتشات ما ينفعش مثلا اكلم الحكم بشكل وحش، فهو بالتالي هو بقى يتكلم برضو كده بالظبط. المدرب اللي ممكن يكون في الفريق المنافس لازم بعد الماتش اروح اسلم عليه عشان هو بعد الماتش برضو يعني. فدي حاجات بنحاول نوصلها لهم، وده لعيب الكوره يعني، احنا شفنا لعيبه كوره كتير كانت لعيبه جامده جدا، والحته الاخلاقيه دي خليتهم في حته ثانيه خلصت عليهم بالظبط. ما بيسببش ليكم مشكله تشابه الاسم مع انت في حضرتك عارف ان في اكاديميه تانية برشلونه برضو؟ والله احنا مش مشكله، احنا في البدايه كان انا من اشد المعجبين بفريق برشلونه يعني. فطريقه اللعب انا فكرت اغير بس قلت لا، هي ايه ربنا كلمنا ببرشلونه فخليها برشلونه. الدنيا ماشيه معاكم كويس؟ الدنيا ماشيه الحمد لله بفضل برشلونه كويسه يعني. كابتن علاء برضو كابتن ناصر انا اسف، بتختلف لما تكون الاكاديميه تابعه لنادي كبير زي نادي 6 اكتوبر عن اكاديميه خاصه، دي انت شايفها بتساعدك ولا ما بتحتاجش ميزه كبيره قوي؟ لا هي بتساعد، تفرق كتير طبعا. الاكاديميه الخاصه بتشتغل على تاسيس الولاد وتغيير ثقافتهم برضو بس بتبقى في الاخر يعني كعنوان او مكان او مش موجود، فده برضو حاجه تفرق كتير. ان اكاديميه النادي ليها في قطاع ناشئين وفي فيرست وليها هدف، وممكن الولد يخرج من الاكاديميه يتصعد للفريق اللي في النادي، يعني المكان بيختلف والهدف بيختلف. بتبقى برضو يعني اقوى شويه من الاكاديميات. اقوى بكتير، لان الاكاديميات الخاصه بتشتغل يعني تسوق بره، تسويق، انت عندك الاولاد كويس وتاسيس للانديه. انما هنا في مكان ثابت او في اساس موجود اللي هو اساس النادي، تمام، فالولد يخرج من تحت. برضو ايه اللي بيميز اكاديميه اكتوبر واكاديميه الامارات؟ يعني عشان ما اتكلمناش عن الامارات كتير، ايه اللي بيميز الاكاديميتين؟ اللي بيميز اكاديميه الامارات احنا دلوقتي بنشتغل مع الولاد هناك على تغيير الثقافه والتاسيس ككوره، تمام، والضغوط اللي بتحصل في الكوره. ان الولاد يعني وهم صغيرين طبعا لو ولد بيتمرن كويس قوي وبيشتغل كويس ويجي بعد كده يتحط مثلا يروح نادي ويلعب ويتحط تحت ضغط، مثلا ولد عنده 14 سنه في الاكاديميه، راح النادي عملنا ماتش مثلا او تشاف او راح النادي الاهلي او الزمالك او نادي كبير، طبعا هيلعب تحت ضغط اكيد، فممكن مستواه يختلف خالص. ان هو اول ما يروح يتحط تحت ضغط مستواه يختلف. فاحنا بنشتغل على دي، هي دي اللي بتفرق اللعيب عن اللعيب، ان هو يشتغل ازاي. انما في نادي اكتوبر بتفرق برده شويه، ان هو بيلعب الثقافه بتختلف برده من المدينه للاقاليم شويه، الاقاليم بتختلف كتير جدا. هنا ممكن في ثقافه، في وعي اكتر، ان هو بيقدر يستقبل اكتر، فبتبقى سهله شويه. بتلاقي لعيبه الاقاليم دايما يعني مهتم قوي بالكوره اكتر من لعيبه القاهره، والاهالي كمان يعني، حتى النظره اتغيرت عن زمان. هي اتغيرت بس ثقافه الاولاد جواهم المكان والتربيه والثقافه والضغوط بتختلف. ان الاولاد في المدن او في الانديه بيبقى عنده يعني جريء شويه، ممكن يستحمل الضغوط. كابتن تامر، طموحكم ايه في الفتره الجايه مع برشلونه؟ وان شاء الله احنا شغالين نفس الشغل بتاعنا، بس دلوقتي ممكن نكون متوقفين شويه عشان في امتحانات. وبعد كده ان شاء الله في لعيبه طبعا خرجت من عندنا الانديه، بتمنى لهم الخير طبعا. والفتره الجايه دي احاول على قد ما اقدر برضو يعني ممكن نظهر بباقي اللعيبه من خلال برضو بطوله زي بطوله الدوري الحريف تاني ان شاء الله. ان شاء الله. وتبقى برضو هي السبب ان في لعيبه اكتر تروح انديه اكتر، وده الكابتن علاء يعني عمل الاكاديميه دي، ده
عشان كده مش عشان اي حاجه تاني يعني. حته مثلا لو عشان فلوس او الكلام ده، لأ عندنا في لعيبه كتير ممكن نسبه 30% كده بيلعبوا كده. احنا بنحب الكوره فبالتالي بنحب اللي بيحبها بقى. فاي ولد ممكن يجي عايز يلعب عايز بنساعده على دوت وبنشتغل شغلنا وربنا يكرمهم يعني ان شاء الله. في لعيبه راحت انديه من خلالك كابتن علاء؟ احنا في لعيبه راحت في الزمالك دلوقتي، في عيسى محمد عيسى وفي حسن مدحت وفي في لعبة من خلال البطولة راحت داخلها يونس عبد الغني الشيخ ده مطلوب حاليا دلوقتي كمان في إنبي مضى في الداخلية ولا هو لسه؟ هو مضى في الداخلية في يناير ولعب معهم الفترة اللي فاتت ديت بعد كده إنبي طلب وكان الأهلي بيتكلم عليه برضه. وفي لعبه في جولدي يعني في محمد صلاح برضه بيتكلم عليه وأنس وفي لعبه كتير كويسه يعني. في محمد مصطفى والنون ده ايمن حفني الجديد ان شاء الله يعني حاجه حلوه باذن الله يعني. وفي عبد الغني وفي محمد عادل وفي محمد مصطفى وفي حمزه الجون برضو جون كويس. في مجموعه لعيبه ان شاء الله باذن الله يبقى ليهم مستقبل كويس في الكوره باذن الله يعني. توفيق ان شاء الله. وفي نهايه هذه الفقره بنشكر ثلاثه من نجومنا الكبار نجوم دوري الحريف، الكابتن ناصر ابو بكر والكابتن علاء عبده والكابتن تامر حسن، نجوم اكاديميه برشلونه واكتوبر والامارات. هنطلع فاصل ونستقبل ضيوف ونجوم اخرين في الفقره التاليه.